برحب بحضراتكم في الفقرة الأولى معانا النهاردة. وإحنا امبارح كنا اتكلمنا عن حصاد الألعاب الأخرى في الأهلي وإنجازات الفرق كمان المختلفة، هنتكلم كمان عن إنجازات بس على صعيد بقى المنتخبات وملفات أخرى كتيرة جدا. وأنا مبسوطة لأن الضيفتين اللي معانا زي ما كنت بنوه في بداية الحلقة هم كانوا في التيم معايا في دورة المتحدة لكرة القدم، الفريق النسائي الوحيد اللي شارك والحمد لله فوزنا. ومعانا يعني أنا هعرفكم بيهم الأول، دينا نبيل طبعا الناقدة الرياضية، ونانسي علي ناقدة أيضا الرياضية، ودينا كانت الكوتش بتاع الفريق وكانت هي اللي بتطلع اللعيبه وبتلعبنا. يعني صباح الفل نانسي ودينا، بجد منورنا النهارده. صباح الفل عليكم، ومبسوطه ان احنا يعني معاكم النهارده وان شاء الله نبقى ضيوف خفاف كده. احنا اللي سعداء بوجودكم معانا. انا كنت فاكر ان دينا بس اللي كانت معاكي. لا نانسي كانت بتلعب ودينا كانت معانا وهي اللي كانت الكابتن. كنت انا قلت بتكلم مع حضراتكم من شويه على كره القدم النسائيه، معانا اهو نموذج. انا ونهاوند كنا خط الهجوم بقى، كنا انا مش عارفه انا كنت ايه والله، انا كنت بلعب في الملعب كله، ادافع شويه جناح شويه. سمعت ان نهاوند عملت شغل النهارده فظيعه، دبل كيك وحركات والكلام ده، ولا دي اشاعات؟ لا جباره مهارات. لا جماعة عاد احتراف اصلا، انا لسه بفكر بقى. سعداء بوجودكم منورينا، اهلا بيكم. وزي ما نهاوند كانت بتقول من شويه، احنا عايزين نتكلم كمان شويه نركز على الالعاب الاخرى، وخصوصا ان احنا اليومين دول وعلى مدار كمان الكام شهر اللي فاتوا في اكتر من بطوله كبيره اتنظمت في مصر، او حتى لو كانت خارج مصر فعندنا بعثات مصريه في رياضات مختلفه كانوا مشاركين. شايفين بشكل عام مشاركه المراه، المشاركه النسائيه في دنيا الرياضه بشكل عام عامله ازاي؟ وبعد كده ندخل بقى معاكم في تفاصيل البطولات دي. رايك انت ايه شخصيا؟ طبعا احنا الفتره اللي فاتت فعلا نظمنا عدد كبير من البطولات، ومش بس السنه دي، يعني احنا بقالنا سنوات يعني الدوله والمسؤولين في الدوله وزاره الشباب والرياضه مهتمه جدا بفكره التنظيم وفكره ان يكون في بطولات مصر تقدر تستضيفها، وده علشان نقدر ان احنا نمهد ان شاء الله ان احنا نستضيف الاولمبياد باذن الله. ونحن طبعا مقدمين ملف 2036 بالظبط لاستضافه الاولمبياد، وبالتالي نجاحك في استضافه عدد من البطولات خلال الفتره اللي ده طبعا تمهيد لاستضافه بطولات كبرى. بالنسبه للمشاركه النسائيه طبعا انا شايفه ان في نماذج كتير جدا خرجت للنور خلال السنوات اللي فاتت، وبقى في اهتمام كبير جدا باللاعبات او بالرياضه النسائيه بشكل عام في مصر. عندنا ميار شريف، عندنا هنا جوده، عندنا كمان على مستوى الالعاب الجماعيه بدا يظهر فرق بتنافس على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم. فيعني لا انا شايفه في اهتمام كبير جدا الفتره اللي فاتت. وعلى صعيد بقى على الصعيد العائلي، في كتير من الاسر ما بيفضلوش قوي ان بناتهم بصفه خاصه يمارسوا رياضه، وخصوصا رياضات من نوع معين تستدعي ارتداء ملابس بعينها. هل النقطه دي حصل فيها تغيير شفتوه لمستوه؟ يعني يمكن انا بشوف انه في الفتره الاخيره شويه اتغيرت الفكره دي، لان بقينا نشوف ناس لا بيلعبوا فيه بطولات، بيلعبوا في العاب شويه القتاليه مثلا، الاثقال، العاب المصارعه، الالعاب اللي زي دي شويه مش معتادين، ما كناش معتادين قوي نشوف بنات بيحققوا فيها انجازات، لكن ده شفناه مؤخرا. وبقينا لا بشوف ان الفكر اتغير كمان. بسنت حميده، مش عايزين ننسى بسنت حميده في العدو، احنا العدو ما كنا شويه بعاد عنه ما بنحققش فيه انجازات. بسنت بصراحه حطت مصر على التراك دوت، فكره ان احنا بنشوف بطله بتحقق سواء في دوره العاب البحر المتوسط انجازها. طبعا لسه على فكره بسنت عامله امبارح اول امبارح انجاز، جابت في بطوله الجائزه الكبرى لالعاب القوى جابت ميداليه فضيه، وجابت برونز برضو في 200 وفي 100 متر عدو. بشوف لا ان الفكر اتغير، وكمان لما بيكون الاعلام كمان بيسلط الضوء اكبر على الموضوع دوت، بتلاقي الناس بتتفاعل معاه بشكل كبير، وتعرف لا ان احنا لو والله هم مش داخلين اللي هم فور فان، او لا ده في بيحققوا انجازات وبيروحوا بينافسوا العداءات اللي هم البطلات اللي هم الكبار في اللعبه او اللي بادئين اللعبه من قبلنا. حلو جدا. بصوا بقى، اساس اي رياضي في الاول وفي الاخر او الحلم بتاعه بيكون الاولمبياد. لو احنا اتكلمنا في العموم على الالعاب او الرياضات المصريه المختلفه، من وجهه نظركم ايه هي الرياضات اللي ممكن تكون يعني الارجح ان احنا هنشارك بيها بعدد كبير من ابطالنا الرياضيين في اولمبياد باريس ان شاء الله 2024؟ طبعا انا شايفه ان عوده رفع الاثقال هتكون ليها دور كبير جدا، عندنا ابطال كتير في رفع الاثقال، وكان عندنا ميداليات بالفعل في الاولمبياد، طبعا ما شاركوش الاولمبياد اللي فاتت، ولكن عندنا محمد ايهاب وساره سمير قدروا يحققوا ميداليات اولمبيه قبل كده. كمان السلاح انا شايفه ان هو بيسير على خطى ثابته بشكل كبير جدا، في تطور فعلا في الرياضه جدا عندنا. وكمان على مستوى الشباب بنطلع لعيبه لسه اجيال بتطلع، شفنا محمد ياسين قدر ان هو يتوج ببطوله العالم للشباب لاول مره في تاريخ مصر، ان شاء الله يقدر يحقق ميداليه اولمبيه. على مستوى كمان السلاح، على مستوى الفرق، انا شايفه ان احنا ان شاء الله نقدر ننافس على ميداليه في اولمبياد باريس.
على مستوى برضو كرة اليد. أنا شايفة أن دلوقتي قدرنا أن احنا نجيب مدرب عالمي طبعا خوان كارلوس، يقدر إن شاء الله هو يعني التارجت أن احنا إن شاء الله نقدر نحقق أول ميدالية على مستوى الفرق الجمعية في تاريخ الأولمبياد. فلا شايفه ان شاء الله ان الاولمبياد باريس هيكون فيه عدد اكبر، احمد الجندي كمان على مستوى الخماسي الحديث. فيعني شايفه ان القصه بتقاس بايه من وجهه نظركم؟ يعني بتقاس بالكوادر الموجوده، ولا بتقاس بالاعداد السابق للاولمبياد، ولا بتقاس بالانفاق، حجم الانفاق وتيسير الامور وتذليل العقبات، ويعني والبرنامج اللي بيوضع للابطال؟ يعني ازاي نقدر ان احنا نقيس مدى نجاحنا وصولنا للاولمبياد، وكمان مش بس وصولنا، حصولنا على ميداليات؟ يعني انا بشوف ان هي بتبقى استراتيجيه كامله للاتحاد. الاتحاد بيبقى شكله ماشي ازاي، مشاركته في بطولات العالم. طبعا البطولات الافريقيه او العربيه ما بتبقاش مقياس قوي، لان بتبقى المنافسه فيها مش قويه قوي. بالزبط. لكن مثلا لما يكون لاعب راح، يعني الخماسي الحديث بالمناسبه هو لسه محقق ميداليتين لسلمى ايمن ومهند في بطوله كاس العالم اللي كانت بتقام في المجر على مدار الايام الماضيه. فالخماسي كل بطوله كاس عالم بيحقق مثلا ميداليه، فده الاتحاد ماشي بخطه، بينفق فعلا زي ما انت قلتي يا نهاوند، عنده عامل اعداد كويس للاعبين، في برنامج بيطلعهم معسكرات، كل ده يعني خلاص. انا بشوف ان الاولمبيات اللي فاتت خلصت خلاص، ده ملف واتقفل. الاولمبيات اللي بعدها لازم بيبدا الاعداد ليه من اول ما بتخلص الاولمبيات، المفروض ده بيحصل. ففي اتحادات فعلا بتعمل كده، وفي اتحادات لا تستنى بقى للفتره الاخيره، تستنى مثلا بقى اللي هو زي دلوقتي لو فاضل سنه مثلا او فاضل يعني سنه وشويه، وتبتدي بقى تفكر طب احنا مين عندنا، طب مين اكتر حد مؤهل ان احنا نصرف عليه، تجيب لاعبين معينين هي شايفه من وجهه نظرها ان دول اللي انا اصرف عليهم او الاقرب. مع ان ده انا بشوف انه مش صح، يعني انا بشوف انه مش صح. ليه؟ لان انت ممكن لاعب يعني تظبط معاه ويجيب ميداليه ويحققه وما كانش في الحسبان، وده حصل على فكره بالمناسبه في 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 اولمبياد سابقه يعني. بالظبط. فانا بشوف انه لا، يعني كل الاتحاد لازم يبقى عنده استراتيجيه خاصه بيه هو للاعداد، وتبدا من 3-4 سنين. هو ده على فكره البلاد اللي هي زي امريكا واستراليا والدول اللي بتروح تجيب تعد بالميداليات كتير قوي، والصين، الدول دي بتبقى عندها استراتيجيه بعيده المدى. ما بستناش ان انا قبلها بسنتين ثلاثه ان انا افكر. طب احنا عندنا نفس الاستراتيجيه بعيده المدى ولا مش قوي؟ مش كل الاتحادات. بالظبط. يعني بعض الاتحادات عندها الموضوع دوت، وفي اتحادات تانية لا بتفكر يلا كده احنا بطولتنا، ومثلا عندنا بطوله وربنا يكرمنا بقى. بالظبط كده، يلا يا جماعه يلا. في العاب رقميه كمان يعني، في العاب رقميه زي العدو وزي السباحه، دي العاب رقميه. يعني انت عارف انت رايح تجيب ميداليه ولا لا، متاكد 100% هتحقق الرقم ده ولا لا. لو انت قريب ممكن تطبق عليها بسنت حميده مثلا، هي مثلا بتحقق رقم معين، لو اشتغلت عليه مثلا تقدر تنافس على ميداليه وتبقى متاكده انها رايحه تجيب ميداليه. السباحه نفس الكلام، في العاب بتبقى انت واثق انك رايح تجيب. احنا مش متفوقين قوي في الالعاب دي على مستوى يعني عالميا، ولكن في العاب بقى زي ما بقول لك السلاح او كره اليد او كده، دي بتبقى حسب المنافسات وحسب حاله اللاعب في المنافسات. السؤال ده ايه؟ ان احنا من زمان وعلى صعيد الدورات الاولمبيه بصفه خاصه، يعني تعالي نقف عند البطولات دي بالتحديد اللي هي الدورات الاولمبيه، مش بحس ابدا ان احنا في اي مشاركه اولمبيه لينا قبل كده على اي صعيد على اي رياضه ما بنجيبش كم الميداليات اللي المتوقع ان احنا نجيبه او المفروض ان احنا نجيبه، بما يتماشى مثلا في الفتره الاخيره مع الطفره اللي حصلت في الحياه الرياضيه بشكل عام، بما يتماشى مع مطالبات كل المصريين، ان احنا دوله تعدادنا اكتر من 105 ولا 110 مليون. يعني المفروض القطاع الرياضي ده يفرز ابطال مستقبليين كل سنه. صح. فمش بيحصل قوي ليه؟ المشكله ان المنافسه في افريقيا بعيده قوي عن المنافسه عالميا. فانت في ناس بتقيس الاتحاد ده مثلا ان هو ده بطل افريقيا، فبالتالي ممكن يروح يجيب ميداليه اولمبيه. في جاب حاصله بين افريقيا والاولمبيات، لا في يا جماعه في النص بطولات عالم، وفي انت بتنافس ابطال عالم مش بتنافس ابطال على مستوى افريقيا. ففي اتحادات متفوقه افريقيا، وفي اتحادات بدات تخش على التراك العالمي، وبالتالي هي دي الاتحادات اللي تقدر ان هي تنافس اولمبيا على مستوى الاولمبيات. وزي ما بقول لحضرتك في العاب رقميه، فانت لو اشتغلت على رقم اللاعب ده فانت هتبقى واثق ان هو رايح يجيب ميداليه اولمبيه. زي برضو رفع الاثقال، لعبه انت عارف ان هو ده بيشيل وزن كذا، الوزن ده هو يقدر يجيب فيه ميداليه. لكن في العاب بقى انت يعني حسب الحاله، حاله الفريق مثلا، لو لعبه جماعيه حاله الفريق في اليوم ده في المنافسه دي في المباراه دي لو حالته كويسه وماشي بشكل كويس هيقدر يحقق. ممكن احنا شفنا كره اليد كانت قريبه جدا في اولمبياد طوكيو من ميداليه اولمبيه، وقدرنا نوصل للمربع الذهبي، ولكن حاله الفريق في المربع الذهبي ما قدرش ان هو يعدي الخطوه بتاعه المربع الذهبي.
طب انا معلش قبل ما نسيب ملف الاولمبيات لان ده ملف مهم جدا طبعا، في كام نقطه عايزه اتناقش معاكم فيها برضو. من المشاكل مش اللي احنا بنقولها، لا، من الابطالنا طبعا نستضيفهم انا وكريم وده عن لسانهم، يجي الابطال الاولمبيين بتوعنا يتكلموا عن مشاكل في التمويل. يعني فكره ان انا كاتحاد الاتحاد بتاعي مش بيصرف عليا الصرف المستحق، دي نقطه. بعد كده يقول لك في حاجات انا بصرف عليها من جيبي، يعني معسكرات او غيره انا بصرف كبطل وانا امكانياتي لا تسمح، فدي نقطه مهمه جدا. تاني حاجه بعض العقوبات لا يتم تذليلها من قبل برضو الاتحادات، بمعنى في للاسف تعارض كبير بيجي ما بين مثلا الدراسه والمعسكرات والتدريبات والحاجات اللي زي كده، وده المفروض يتم بالتنسيق بين وزاره الشباب والرياضه، بين الاتحاد، بين وزاره التعليم. مش بتتم بالشكل الكافي اللي تسمح ان هي تدي فرصه للابطال بتوعنا ان هم يحصلوا على الاجازه او على الفتره اللي تسمح لهم ان هم يكونوا في غياب عن فتره دراسيه او عن امتحانات معينه. لحد دلوقتي دي مشكله قائمه. الحاجه الثالثه فكره برضو المعسكرات اللي بتتم بشكل نموذجي وبشكل مجدول بشكل كبير، علشان انا اقدر بعد كده اقول انا قبل الاولمبياد وديت الفهم يا كريم قصدي وديت المعسكر المنتخب بتاعي او الفريق بتاعي معسكر واثنين وثلاثه وعملوا تنافسيه مع فرقه واثنين وثلاثه، فبقى عندهم من الخبره اللي تؤهلهم زي ما كنت بتقولي عالميا ينافسوا. لان تاني انا ممكن اقعد اعمل معسكرات في الداخل وانا بقى في حته والاولمبياد في حته ثانيه، فدي نقاط مهمه جدا. وبالذات النقطه الاولى انت كمان اللي اتكلمت عنها انا هوند، ان بيبقى عندك ابطال تقريبا بدون اي شكل من اشكال الدعم وبدون اي امكانيات تذكر وبيحققوا زي البلياردو بالمناسبه، امال لو وفرنا لهم الـ يعني الدعم ده هينتج عن ده ايه؟ يعني انا بشوف ان يعني نهاوند اتكلمت في النقطه بتاعت الرعايه دي تحديدا اللي هي اول نقطه اتكلمت فيها. انا بشوف ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان انا بستنى البطل يعمل انجاز وابتدي الناس تتكلم عنه وبعدين اروح انا كراعي اروح اتعاقد معاه. طب ليه اصلا انت من الاول كدورك كشركه راعيه مش بيكونش اكتشاف اصلا المواهب الصغيره في صناعه البطل؟ بالظبط، تصنع البطل، ما هو ده دورك. يعني هو دورك ان انت تصنع بطل مش تستنى. يعني مثلا بسنت حميده بعد ما حققت انجازها في دوره العاب البحر المتوسط ابتدت الناس كلها تتكلم عنها، فبالتالي راحت الشركات الراعيه تبتدي تلتفت ان في بنت والله بتحقق انجاز. طب ليه انا اصلا ما ابداش من تحت او ما ابداش ان انا مثلا اتبنى ان انا مثلا ماسك اتحاد مثلا السلاح او اتحاد زي الخماس او اتحادات، يعني مش يعني انا بقول اي مثلا الاتحادات اللي ما عندهاش رعاه ملاكمه اي حاجه، واشوف دول ان انا دوري كشركه راعيه ان انا اشوف مين الموهوب عند يعني وهو صغير مع بالتنسيق مع الاتحاد وابتدي اتبناهم واصرف عليهم واصرف على معسكراتهم عشان اطور من موهبتهم ويبتدوا ان هم يبقوا قادرين على المنافسه. ما استناش البطل يحقق انجاز او يجيب مثلا ميداليه بجهود ذاتيه او جهود اسرته. بالظبط، واجي بعد كده اخد انا على الجاهز بقى ان انا تعالى ارعاك ومش عارف ايه. تمام ان انتم مهتمين كرعاه بس حلو ان احنا نبدا من تحت اكتر. ده انا بشوف كده ده بخصوص ازمه الرعايه. والاتحاد عليه برضو ان هو فاهمه يحاول ان يسوق. طبعا انا عارفه بالظبط، انا عارفه ان هي بتبقى امكانيات وكل طبعًا. اتحاد ليه بادجت معين، بس برضو انا دوري كاتحاد ان انا اخلق الفرص، انا احاول ان انا اجد طرق. يعني لان في النهايه الاتحاد هو اللي عارف امكانيات اللعيبه الناشئين دي، محدش يعني دي. انا كراعي مش هروح اتفرج على مسابقات ناشئين في كل الالعاب الفرديه مثلا، لكن انا كاتحاد عارف ان اللعيب ده مثلا عنده 15 سنه انا شايف ان ده موهوب وهيقدر مثلا بعد 10 سنين هو ينافس على ميداليه اولمبيه او ميداليه عالميه، بالتالي انا ابتدي انور الحته دي عند الراعي، يعني عند الرعاه، اقول له اللاعب ده بص عليه كده، اللاعب ده هيبقى بطل عالم، هيبقى بطل اولمبي، فبالتالي انت ممكن تبدا من دلوقتي معاه. فانا شايفه ان دي نقطه مهمه جدا ان كل اتحاد لازم بالتنسيق مع الرعاه، لان انا شايفه دلوقتي برضو ان في تقدم طبعا، يعني ما نقدرش ننفيه ان قبل كده من 5 6 سنين كانت اللعيبه فعلا ما كانش في رعاه اصلا على الساحه، يعني فعلا حرفيا ما كانش في اي لاعب، حتى اللعيبه النجوم او اللي بتحقق ما كانش عندهم رعاه، كانوا برضو بيصرفوا على نفسهم وكده. للاسف لكن دلوقتي بقى ظهر رعاه وظهر شركات بدات ترعى مواهب، فبالتالي انا استغل ده في ان انا مش استنى فعلا ان اللاعب يحقق ميداليه او يحقق انجاز وبالتالي ارعاه، لا، كل اتحاد المفروض يعني يطلع 2 أو 3 كوادر يقول اللاعب ده انا عايزه هيبقى بطل اولمبي بعد 10 سنين، انا عايز استثمر فيه، انا عايز ابدا ارعاه من دلوقتي، يطلع معسكرات ويطلع بطولات عالم وهو يعني عامل اعداد كويس جدا ان هو من دلوقتي يعرف يعني ايه بطوله ويعني ايه منافسه عالميه.
فده يبدا فعلا من تحت عن طريق الاتحادات. الراعي برده مش هيبقى عارف ان اللاعب ده ده الكلام ده. ما انا معاكي، هو مش مهم مين يجيب، بس المهم في صرف في الاخر يعني، لان ده كمان بيتماشى مع فكره او طبعا المبادره اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه اللي هي فكره صناعه البطل الاولمبي. فانا لما دلوقتي اروح وادور على الابطال بتوعنا في القرى الفقيره والاماكن الاقل حظا وغيره واجيبهم، طب بعد ما جبتهم بقى ازاي هرعاهم اصلا؟ فالقصه لازم يبقى جهات مختلفه بتشارك فيها، ما ينفعش جهه واحده. فنتمنى اكيد الثقافه تتغير شويه. شفتوا بقى ماتش امبارح بين سيدات الطايره في النادي الاهلي وسيدات الزمالك؟ اكيد طبعا كان ماتش، هو كان ماتش قوي جدا طبعا. انا كنت اتمنى ظهور الاهلي يعني شويه يبقى على غرار ظهوره في الدوري، لان الاهلي في الدوري كان عمل 3 ماتشات يعني هايلين. بس انا يعني ان شاء الله بشوف ان هو النهارده المفروض المباراه الثانيه من البيست اوف 3، فالمفروض ان المباراه انا اعتقد ان هي تبقى قويه جدا جدا. الاهلي طبعا هو حامل اللقب، يستطيع طبعا الحفاظ على البطوله، خصوصا انه الاهلي ماشي من اول موسم بشكل كويس. يعني سيدات الاهلي كسبوا بطوله السوبر، كاس السوبر، وبعدين خدوا الدوري بعد منافسه، طبعا منافسه غير اي موسم السنه دي طبعا. مش عايز اقول من طرف واحد كانت المنافسات الموسم اللي فات، بس كان الاهلي هو الطرف دايما الاقوى اللي هو مسيطر على كل البطولات. نتكلم في 28 سنه متتاليه الاهلي كان مسيطر على الدوري. ف انت فاهمه بقى 28 سنه عشان يعني بس ايه؟ يعني 28 موسم رقم. نيجي نقول ملوك الصالات يا جماعه، يعني نبقى يعني عن ارقام بس دي. وتحديدا فريق الطايره السيدات ده بشوفه انجح فريق لعبه جماعيه في نسائيه، نسائي يعني، فريق ناجح جدا. فاتوقع ان هو النهارده الاهلي يعني يظهر بشكل افضل من امبارح. المنافسه زي ما قلت مختلفه تماما عن اي موسم فات، بس سيدات الاهلي يعني قادرين ان هم يحتفظوا باللقب. طيب انا لا اتفضلي نادي. انا بس شايفه ان هما يمكن خساره الرجال للقب الكاس قبلها بيوم حط عليهم ضغط كبير جدا. يعني انا كنت حاسه امبارح ان الفريق اكيد وده منطقي، يعني كان الموضوع ذهني اكتر منه فني. يعني حقيقه انا حسيت مباراه امبارح ان اللعيبه ذهنيا بتلعب تحت ضغط كبير جدا. اصل فعلا الحاجات دي بتفرق طبعا. طبعا هم محطوطين تحت ضغط ان انت صعب جدا انك تخسر بطوله، يعني لان الطايره كمان في النادي الاهلي مسيطره زي ما دينا قالت بقى لها سنوات طويله جدا مفيش منافسه يعني. فبالتالي السنه دي كان في منافسه كبيره جدا على مستوى الرجال، فبالتالي كان في ضغط كبير جدا على اللاعبات امبارح. يعني اتمنى ان النهارده الضغط ده يتشال، لو اللعيبه ظهرت بمستواها المعهود هيكون يعني هتكون مباراه اقوى بكتير من مباراه امبارح. طيب بصوا عايز اتكلم معاكم برضو في فكره هنا قاعده الناشئين للرياضات المختلفه. دايما نتكلم عن قاعده الناشئين اللي هي الاساس اللي بتبني عليه بعد كده، ومدى نجاح قاعده الناشئين تقدر بعد كده مش تطمن على النادي الفلاني، تطمن على مستقبل الرياضه المصريه في الرياضه دي تحديدا. بالنسبه لقاعده الناشئين في الرياضات المختلفه، طبعا انتم متابعين هذه الملفات كمان الالعاب الاخرى، ايه اكتر رياضه تقدر تقول انا عندي مصنع اقدر ان انا اطلع منه ابطال ومش هبقى بعتمد قوي فيه على الصفقات او على يعني اللي هي فكره ان انا اجيب لاعبين من بره او حتى خبرات اجنبيه في التدريب؟ مين الرياضات دي او مين من الرياضات دي تقدر؟ موضوع الخبرات الاجنبيه في التدريب دي انا بشوفه مهم، يعني هو مش حاجه حتى هذه اللحظه ما فيش نقدر نقول كادر او محلي في يعني طبعا في مدربين مصريين طبعا قادرين على ده، لكن ان انت تستعيني بخبراء من دول مثلا متقدمه اكتر منك في الرياضه دي انا شايفه ان هي حاجه ما تعبناش يعني او ما تقللش من قدر الاتحاد. لكن بالتاكيد عندنا كوادر طبعا في التدريب، انت بتستفيدي فقط بس من الخبرات الاجنبيه المختلفه، ولكن بتطلعي كوادر في نفس الوقت، يعني الاثنين بالتوازي مع بعض. انا زي ما قلت في البدايه يعني انا شايفه ان انجح اتحادات بتقدر تشتغل على قاعده الناشئين اتحاد السلاح واتحاد الخماسي الحديث واتحاد كره اليد. كل دي طبعا احنا عندنا ابطال يعني واخدين بطوله العالم للناشئين في اليد واخدين ثالث عالم في الشباب. كمان زي ما قلت محمد ياسين على مستوى السلاح قدر ان هو يتوج باول ذهبيه في تاريخ مصر في بطولات العالم. كمان الخماسي الحديث احمد الجندي بالمناسبه يعني لاعب لسه صاعد اصلا من مرحله الناشئين وقدر ان هو يحقق ميداليه اولمبيه. انا بشوف ان دول يعني انجح اتحادات في الوقت الحالي ماشيه بخطى ثابته وقادره ان هي يعني تنافس عالميا من تحت مش بالضبط. وايه الاتحادات يا دينا اللي شايفه لا لسه عايزه شغل كتير عشان نتكلم عن ان القاعده بتاعت الناشئين تبقى يعني زي ما اتقال بالقوه اللي تسمح لي بعد كده يبقى عندي فريق اول قوي؟
او منتخب قوي؟ يعني ممكن الاتحادات، في اتحادات شويه بحس ان هم يعني احنا عندنا نقدر نحقق اكتر يعني. مثلا بشوف طبعا انجاز ميار شريف انجاز كبير جدا ان هي تقدر تحققه، بس بشوف ان هو انجاز اكتر فردي، لان هي البنت راحت هي سافرت بره في اسبانيا ودربت، فالاتحاد بشوف ان هو ملوش دور قوي في نجاحها يعني. صحيح. بس احنا محتاجين اكتر للتنس، طالما احنا عندنا مواهب كده زي ميار شريف، طب ليه ما اهتمش بقاعده الناشئين في التنس اكتر؟ خصوصا لعبه اولمبيه يعني، مش مثلا بقول سكواش عشان مثلا لما بنتكلم على سكواش فتلاقي ناس تقول لك يا ستي هي مش لعبه اولمبيه. بقول لما بتكلم ان هي عندنا قاعده ناشئين كبيره في السكواش في كل الانديه، فيقولوا لي بس هي مش لعبه اولمبيه. طب احنا عندنا التنس اهو والناس بتهتم بيه وعندنا والله وبنقدر نروح، وميار هي متقدمه في التصنيف وهنشوفها في ال 40 في ال 40 لاعبه الافضل الاوائل في التصنيف. طب ما نهتم بقاعده الناشئين. هو بالمناسبه احنا افريقيا بنحقق نجاحات على فكره يعني، احنا لسه جايبين بطوله افريقيا تحت 16 سنه كانت في يعني سواء للولاد او للبنات احنا فزنا بيهم، كانت بطوله بتقام في الجزائر لسه من خلال ايام. لكن انا محتاجه اكتر بقى ان انا اطلع المنافسه العالميه، مش هقدر ان انا بفكر ان انا مش عايزين تمثيل مشرف بقى يعني، خلاص يعني بالظبط. ده انا قضيت عمر كامل بسمع العباره شباب كريم كله كان تمثيل مشرف يعني عمر كامل سنين تعزي واحنا بتمثيل مشرف، تمثيل مشرف صحيح والله. بالمناسبه زي ما كلنا ملاحظين ان في اخر كام سنه في مشاركه ملحوظه، مشاركه نسائيه في الرياضات المختلفه بشكل كبير، لاحظنا كمان زياده نسبه واعداد الناقدات الرياضيات، الصحفيات الرياضيات، يعني الاعلاميات الاعلاميات في اتحاد نسائي او نسوي انجاز التعبير للعالم ده اللي كانوا بعيد عنه قوي لسنين طويله. فانا عايز اعرف يعني بصفه شخصيه منكم انتوا الاثنين، دخلتوا من المجال ده ازاي؟ بناء على ايه؟ ايه خلفيه اقتحامكم لهذا المجال؟ ابتدي بيك يا ريم. انا يعني من انا اساسا يعني دراستي كليه اداب قسم لغه عبريه، بس يعني الصحافه وحب الرياضه اصلا كان من وانا في الكليه مهتمه بالماتشات، حتى بالكوره، انا كنت حتى بهتم بالكوره مش الالعاب الاخرى، فكنت بتابع الماتشات واروح الاستاد ونشجع وكده. فابتدى حب اللي انا ايه ده، طب ليه ما ابداش فكره ان انا اكتب كمان مش اللي هو متابعه بس يعني. طبعا كان الوقت خلاص بقى عدى ان انا ابتدي امارس رياضه كره القدم او حاجه، بس بدات طبعا كان الكلام ده في 2012 بدات ان فكره ان انا انزل واعمل حوارات واشوف الابطال. كمان بعد كده 2015 تحديدا استهوتني فكره الالعاب اللي ما حدش مهتم بيها قوي، اللي هي زي السكواش مش عايز اقول هاندبول والحاجات دي وقتها السكواش وقتها وقتها 2015 فعلا ما كانش حد مهتم قوي بيه، ما حدش بيكتب عنه كتير. فابتديت تستهوتني فكره طب ليه الالعاب دي ما حدش قوي بيسلط عليها الضوء، ما نهتم بيها، بجانب طبعا متابعه الكوره يعني. فواحده واحده ابتدينا نخش ان احنا طب ما انزل مثلا بطولات، نشوف السلاح بيعملوا ايه، طب نشوف الخماسي، طب ايه ده في مش عارفه لعبه ايه المصارعه عندهم مشاكل فنكتب عن المشكله بتواجههم. فابتدت واحده واحده ان احنا لا خلاص يعني دخلنا في الرياضه، دخلنا في رياضه العاب. وانت ابتديت الحكايه ازاي؟ انا اصلا كنت بلعب هاندبول في نادي طيران منتخب مصر. وانا اصلا عندي اخين كبار، فاحنا يعني حياتنا في البيت كان التلفزيون على طول شغال، اي ماتش اي ماتش شغال بقى، اي حاجه فيها كوره مثلا تنس فولي هاندبول اي حاجه. فيعني متهيألي اي طفل بيتسال عايز تطلع ايه يقول دكتور مهندس، انا كنت بقول عايز اطلع صحفيه رياضيه من وانا صغيره. يعني انا حاسه ان انا عايزه انزل الملاعب واغطي وكمان عشان انا كنت بلعب، فانا حاسه بمعاناه اللي بيلعبوا يعني اي لعبه غير كره القدم. ما كانش فيه اهتمام زمان خالص بالموضوع، فكان هدفي برضو ان انا لما يعني اشتغل ان شاء الله في المجال ان انا اغطي الالعاب دي علشان ابتدي اظهر المواهب دي او اظهر الناس اللي بتتعب دي قد ايه للراي العام يعني. وكنتوا بتتعاملوا ازاي مع مش هقول انتقادات بس بعض التشككات اللي كانت موجوده، اللي هو انتوا ايه اللي دخلكم المجال الرياضي، طب ما تروحوا الموضه، حاجات زي كده يعني. كلنا كنا بنسمع حاجات، انا اول ما اشتغلت مذيعه كنت بقى سياسه كنت بسمع طب نهى انت تعملي فقره فاشن مثلا، قلت لهم ايه فقره فاشن ايه الجو ده او دي فيني كده دي فيني كده. ودخلت مجال السياسه الحمد لله ونجحت جدا. يعني بس لازم يبقى في تشكك في الاول. فايه بقى يعني كنت بتردوا ازاي على ده؟ هي معاناة طبعا يعني بالذات في مجال الرياضة يعني. ممكن في السياسة انا بحس ان الموضوع ممكن يبقى اسهل شوية يعني. ممكن كمان تتقبل يعني في الفن اسهل حاجة في الفن رغم ان زمان برضو ما كانش، بس قدرنا ان احنا نفرض نفسنا. لكن الرياضة حتى لحد دلوقتي يعني انا بشوف الناس بتستغرب قوي يعني انت ليه موجودة في ملعب، والتعامل اصلا مع كرة القدم تحديدا مع الفئة دي مش اسهل حاجة خالص. فبالتالي ان انت موجودة في الاستاد وبتنزلي وتروحي اللعيبة وتروحي التدريبات، ويعني الفكرة نفسها
ان البنت تقدر انها تعمل ده ما كانتش موجوده، كانوا بيشوفوا ان لا يعني دي شغلانه كانت وقتها في اول كان بيضايق الكوره. على فكره الكوره بتضايق، كان بيضايق بس دلوقتي خلاص بقى يعني اتعودنا يعني بقى في سيطره يعني بقينا مسيطرين فبقى الرجاله يعني احنا اللي بقينا بنستغرب ايه ده انت بتعمل ايه في الملعب. والله ده صح. اصعب واغرب المواقف اللي عديتوا بيها في ماتش كنتوا بتحضروا فعاليات وفي افتتاح بطوله كنتوا حاضرين فيها، يعني الطف واغرب المواقف اللي مريتوا بيها عموما كانت عامله ازاي؟ يعني انا مش فاكره يعني مش فاكره حاجه. ما حضرتيش مره مثلا ماتش من الماتشات كان فيه احداث شغب زي اللي كنا بنتكلم عنها من شويه في الماتش بتاع الرجاء ولا لا في ماتش احداث شغب زي ماتش الرجاء؟ لا ما حصليش. بس ساعات في مثلا بيحصل ان هو يبقى في مثلا لا ده الدخول مش عارفه من باب يعني يتاخر على الماتش بسبب انه لا ده الدخول من الباب اللي فات الباب اللي راح يعني الحاجات العاديه حاجات يعني. الحاجات العاديه قوي انما حدث فظيع مع ان احنا سيبنا مصر. لا اتعرضت ده يعني انا ما فيش ماتش تقريبا رحت ما كانش في احداث يعني لازم بس انا بستمتع قوي يعني حتى يعني بمناسبه بقى البنت والولد يعني كان بيبقى معايا مثلا حد زميلي مثلا يقول لي تعالى طب نستخبى ورا يعني مثلا لو في احداث اوكي اقول له لا انا هقف اصور يعني كده شوف لا بص في جرح هو بيستخبى وانا بقف اصور فلا لا يعني بيحصل مواقف طبعا كتير جدا بتبقى في وقتها مرعبه طبعا لكن بعد كده لما بتفتكرها بتحس ان انت لا يعني وصلت رسالتك. حلو جلبسه دلوقتي بيجري بس يعني حابه برضه انا وكريم نروح معاكم لكام نقطه سريعا جدا. لو جينا اتكلمنا وقارنا شويه الصحافه الرياضيه بما ان احنا فتحنا الملف ده داخليا وعالميا في طبعا هنقول يعني لا هم سابقين شويه فكره دخول المراه وتغطيتها للمباريات وغيره، هل احنا نقدر نقول برضو ان احنا في الخطه ده يعني ممكن نشوف بعد كده مراسلات موجودين بيغطوا عالميا بيروحوا مع الفرق المختلفه ولا لسه في الثقافه دي وانتوا ادرى طبعا مش موجوده قوي او بيخافوا على البنات اكتر؟ خليني اعرف. يعني هي احسن من قبل كده يعني قبل كده طبعا الموضوع كان اصعب شويه زي ما قلت كانت الفكره نفسها مش مقبوله مرفوضه اصلا يعني يعني في استغراب شويه ان ليه كده، لكن انا بشوف ان في حاجات برده ممكن تسهل الموضوع اكتر. فكره مثلا لو واحده بتشتغل في المجال ده مثلا وام مثلا عندها اطفال مثلا فانت ممكن تساعدها ازاي ان هي تعمل ده، يعني ممكن انت تساعدها ازاي ان هي تعمل ده. يعني انا بشوف ان انا مثلا ام بعاني في الموضوع ده شويه ان انت ممكن تساعدني ازاي ان انا اعرف اوازن بين ده وده، ان انت ازاي تقدر ان انا معايا طفل مثلا واحنا بنشوف عالميا ان هي مثلا بتاخد معاها ابنها وتبقى شايلاه وهي بتغطي من شويه كانت على خبر يعني يستحق التامل وامهات بيمارسوا رياضه الجمباز بتفوق وعندها واحده بتقول كانت 48 سنه كاس العالم الجمباز في القاهره صح. احنا عندنا الموضوع ده مش سهل قوي لان مثلا ممكن يقول لك ايه لا ممنوع تدخلي بطفل مثلا تغطي الحدث ده او تخشي المكان ده بطفل او فانا حاسه ان لو ده اتسهل شويه لا الموضوع هيبقى سهل يعني انا بتكلم عن معاناه شخصيه دلوقتي. انت ابنك كان معانا في المباراه بيروح معايا انا بحب اخده معايا بقى يعني فساعدوني بقى ان انا برحك بيه وبارك لك يا رب. جميل. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي استجدت في حياتنا في اخر كام سنه وبطبيعه الحال اي مستجد بيبقى له انعكاسات ما بين لطيفه وما بين مش لطيفه، انا بكلمكم عن السوشيال ميديا. الى اي درجه شايفين ان السوشيال ميديا افادت الرياضه وخصوصا من زاويتكم كناقدات تمام افادت في ايه واضرت في ايه؟ انا بشوف ان هي ليها يعني هي سلاح ذو حدين. في اوقات بتحرك مثلا لحاجه معينه او بتحرك الراي العام لحاجه ده شفناها حتى مش في رياضه بس مثلا ممكن قضيه مثلا او حاجه عاديه طبعا. ممكن السوشيال ميديا بسبب الناس والشير تحول قضيه راي عام ويتاخد قرار فيها فده احيانا بحس ان هي ساعتها بتبقى فعلا بجد مفيده جدا. في وقت تاني بيبقى الموضوع انا بشوف ان هو في ناس بتستغلها استغلال سيء احيانا في فزلكه بقى بالظبط او مثلا ممكن واحد يعني خلاص بقى هو واحد قاعد ورا الكيبورد فانت مش شايفه فلو طبعا. ممكن واحد يدخل مثلا يعترض مثلا على حد يشتم اي حد او بتاعه ومحدش شايف محدش عارف يوصل له فبشوف ان هي ليها فوائد وليها اضرار. ان احنا نقدر بقى يعني نخليها ليها فوائد بس ده لا ما اعتقدش زي ما قلت هي عالم مفتوح في كل حد بيكتب اللي هو عاوزه فنقدر احنا نقدر نحكمها دي شويه صعب بحس يعني. هو مش هنقدر نحكمها بس في الاول وفي الاخر لازم يبقى في توعيه او تثقيف لان في بعض الاوقات بياخدوا مثلا خبر لاي موقع ما ويحطوا كده فيك يعني فيك نيوز وينزلوه ناس تعمل شير من غير ما تتاكد بالزبط. ف
فده مش صح، وفي نفس الوقت بيعمل لخبطه وبيعمل قلق في الشارع حسب بقى الخبر اللي هم نازلينه ريليتد لايه. فلا في دي نقطه. النقطه الثانيه في جهل غير عادي من بعض الامور. لما تيجي مثلا تشوف كومنتس بتقيس مدى معيار الجهل في القضيه دي، يعني اوقات الواحد بقرا حاجات يعني هو احنا بجد عندنا مستوى جهل؟ انا ما بتكلمش في الداخل، يعني ممكن الناس تبقى معلقه على فكره من دول مختلفه، بس تحسي مقدار الجهل رائع يعني مش ممكن، ايه عالي قوي في حته بعيده. تحزني تحزني من التفكير من الثقافه من العقول اللي موجوده عايشه ما بينك. يعني برضو يعني زي ما انت قلتي ليها فايده لكذا نوع وليها كوارث. توعيه مهمه طبعا، يعني انا بشوف ان توعيه مهمه. فكره ان هو انت السوشيال ميديا دي معموله عشان خاطر تستفيد، تعرف اخبار، تعرف دلوقتي زي ما بنقول انا اقول ما حدش بيقرا جرايد، خلاص ما حدش بقى يشتري، يروح يشتري عندنا الجرايد نفسها بقاش في جرايد اصلا. فعلا دي حقيقه. السوشيال ميديا بقت مهمه جدا ان انا اعرف اصحى الصبح خلاص عرفت كل حاجه حصلت، حتى لو انا في حاجه فاتتني مثلا وانا نايمه او حاجه فهوصل لكل حاجه. فالمفروض ان ديت تبقى هي ده اللي يبقى الغرض الاساسي من السوشيال ميديا، ان انا اشارك مثلا برايي في حاجه، ان انا اقول مثلا. انما فكره في ناس زي ما انت قلتي يا نهاوند بيقولوا مثلا رايهم في قضيه هو اساسا عن جهل شديد جدا، هو مش متابع اصلا ايه دوت، او مش متابع مثلا القضيه يعني الابعاد الموضوع كله. فيعني نتمنى ما نشوفش كده. اكيد ده بيؤثر على شغلكم كصحفيات برضو، يعني اكيد بتخشوا في مشاكل كتيره جدا فيها. طبعا لسه لو جينا واحنا جايين كنا بنتكلم عن برضو في بعض الصفحات مثلا بتبقى يعني بيدفع لها فلوس مثلا او كده عشان تعمل اخبار، فبالتالي ده بيأثر علينا مثلا. ان ممكن حد يجي عندك انت في شغل يقول لك الخبر ده ليه مش عندنا على صفحه مثلا مجهوله اساسا. فبقت السوشيال ميديا يعني لا مش السوشيال ميديا هي اللي هتحرك الصحافه او هي اللي هتحرك الميديا. كمان ان انت مطلوب منك تحري المصداقيه اللي ورا الخبر. بالظبط انا ممكن امشي ورا الخبر ممكن يبقى بالظبط ممكن يبقى في خبر نازل على صفحه حقيقي بس انا لازم اتاكد منه ولازم امشي ورا الخبر، مش امشي ورا الصفحه اللي ممكن تكون منزله الخبر ده لاي غرض. لان انا لسه بقول لك برده ان السوشيال ميديا دي فتنه، انا بشوفها برده فتنه ممكن تعمل فتنه بين دول وعلى مستوى الرياضه كمان. دلوقتي ممكن يحصل بسبب احتقان او مشجع دخل شتم مشجع على بيج، تلاقي حرب بين البلدين او حرب في ماتش او مشاكل في مباراه بسبب كومنت مثلا واحد ما بالك خبر. بصي بيعمل في بقى فيك يعني اكونتس، يعني انا ما شاء الله عندي بيج على الفيسبوك رائعه عليها ما اعرفش كام وفي تزايد مستمر، يعني اخر مره كان حد قال لي كانت 100,000 فولور الحمد لله مش بتاعتي اصلا وما اعرفهمش ورفع كان عملت محضر فيهم لان هو بيج بتدخل تشتم الناس كلها تقريبا يعني. فيعني تخيل مش فيك نيوز، لا ده فيك اكونت اصلا بيتكلم باسمك كمان وانت ما تعرفيش مين ده. رحت عملت محضر خاص ما مش هعمل ايه تاني وعملت باين وانت كان عندك برضو فيك بيجز حاجه ده. انا اتروقت على هذا الصعيد اتروقت جامد، ودي اكيد من ضمن مساوئ السوشيال ميديا. احنا للاسف الشديد وقتنا انتهى بالفقره دي، يا دوب نلحق نشكركم جزيل الشكر، نورتونا وشرفتونا. احنا سعداء جدا ان احنا كنا معاكم النهارده وبجد بنشكركم جدا على الاستضافه دي نورتونا بجد يا نانسي ودينا، ولينا ماتش ان شاء الله نستعد بقى عشان الدوره الجايه ان شاء الله باذن الله ننزل تدريبات متالقين اكتر واتباع بقى على الهوا على القنوات الاهلي وعلى علي قال نورتونا بنشكركم جزيلا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.